لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال ابن كثير رحمه الله. قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، يزعم أن موسى المذكور هنا ده نبي آخر غير سيدنا موسى المعروف. قال ابن عباس كذب عدو الله. قدح شديد في نوف البكالي مع انه قاص يقص على الناس قصصا يدخل فيها قصص اهل الكتاب. وغلظ ابن عباس جدا عليه حتى سماه عدو الله لأنه لا يعبأ بما يخالف ما يعني فيما يرويه بما يخالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقصد بذلك تكفيره ولكن التغليظ عليه، إذ يجب أن يتعلم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن يتكلم ويفتي ويقص أخبار بني إسرائيل دون علم. قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يبقى الجزء ده هو صريح في أن هذا موسى بني إسرائيل كما سيأتي مزيد من التصريح في روايات أخرى. قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أنا موسى؟ قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، يعني أعلم منه يعني ببعض المسائل، وموسى أعلم ببعض المسائل، ولا نزاع أن موسى أفضل من الخضر سواء قلنا بنبوته أو بأنه ولي، فلا نزاع في أن موسى أفضل، موسى كريم الله.
ولكن قد يكون الأفضل لم يبلغه بعض العلم، ومع ذلك فشرع الله عز وجل له أن يطلب هذا العلم ويضم إليه ويضمه إلى ما علمه. فطالب العلم هو الذي لا يكتفي بما علم، وإنما يضم علم الناس إلى علمه، كما رحل جابر رضي الله عنه من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد يريد أن يسمعه شفها، شهرا ذهابا وشهرا إيابا. قال: فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: يا ربي وكيف لي به؟ لم يحسد موسى ولم يحقد ولم يقل كيف وقد آتاني الله التوراة، ولم يخطر بباله شيء من الكبر قط، وإنما سأل السبيل إلى لقياه ليتعلم منه، لم يخطر ببالي إلا كيف أزداد علما. قال: يا ربي وكيف لي به؟ فقال: تأخذ معك حوتا تجعله بمكتل، سمكة، حوت يعني سمكة، عندنا الحوت اللي هو الحيوان الكبير، لكن العرب عندها الحوت كل سمكة، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. يعني أسماكهم، لو رحت السعودية مثلا عايز تأكل سمك تقول لهم عايز أكل حوت. قال: تأخذ معك حوتا تجعله بمكتل، مكتل زي مقطف، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فهو هناك. فأخذ حوتا فجعله بمكتل، ثم انطلق معه بفتاه يوشع ابن نون عليهما السلام. يوشع ابن نون نبي بني إسرائيل بعد موسى، لما مات موسى صار يوشع هو نبي بني إسرائيل، وهو الذي فتح الله على يديه بيت المقدس. وفيه صحبة الشباب وطلاب العلم في السفر ليتعلموا من الكبير. قال: حتى إذا أتى الصخرة وضع رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان يوشع استيقظ قبل موسى فرأى هذا المنظر. قال: وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، زي طاقة زي نفق، الماء جرية الماء لا تلتئم بعد جريان الحوت. فلما استيقظ أي موسى نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، لدليل على أن يوشع عليه السلام كان قد استيقظ قبل موسى عليه السلام. قال: فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. يشعر بالتعب
إلا بعد مجاوزة المكان المقدر ولو على سبيل النسيان والخطأ. فيوشع كان ناسيا وموسى كان مخطئا يظن أنه ما زال يسير حتى يبلغ المكان، ومع ذلك وجد التعب. فكيف بالمتعمد لمخالفة ما أمر به؟ لا بد أن يجد التعب والنصب. قال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. إني نسيت الحوت، يعني نسيت أمر الحوت أن أذكره لك، وأننا فقدناه. عندما أوينا إلى الصخرة لننام، قال: فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. فقال: ذلك ما كنا نبغى. فقال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. قال: فرجع يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجم بثوب. فسلم عليه موسى فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. وفي حد بيسلم هنا، يعني البقعة دي كان الإسلام فيها غريبا، بل حتى السلام كان غريبا. وأنا بأرضك السلام، وهل بأرضك من سلام؟ وفي حد بيسلم هنا في الحتة دي؟ مع وجود أنبياء الله سبحانه وتعالى وأوليائه، ومع ذلك فلا يزال الظلم والفساد موجودا. يمتحن الله بها، بالظلم والفساد، عباده المؤمنين. فقال: قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. هذا دليل على الأدب من الخضر في ذلك، وقد علمه أولا ما كان ينبغي أن يفعله من نسبة العلم إلى الله. في الرواية الآتية: وما علمي وعلمك وعلم الخلائق إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. هذا نص أيضا أن موسى أعلم من الخضر في مسائل، وإنما قال: عبدنا خضر هو أعلم منك، أي ببعضها، بعض المسائل. لا، ده في كتير، الله أعلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو وددت أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من شأنهما. صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون موسى صبر، ما في حاجة تانية. قال له الخضر: فقال لموسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوه، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول.
يعني بغير أجرة. فلما ركب في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى: قد حملونا بغير نول، فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا، نسي أن هناك عهد أن لا يسأله، دليل على مباشرة المفسدة الأدنى بنفسه ليدفع المفسدة الأعلى، ودليل على أن من آخذ بالنسيان فقد أرهق من الأمر عسرا، فقد عسر على من آخذه بالنسيان، ودليل على أن هذا كان في شريعة موسى أيضا أن لا يؤاخذ الناس. وبهذا احتج البخاري على أن اليمين إذا خالفها نسيانا لم يحنث، لأن من آخذ بما خالف ناسيا، من آخذ من خالف ناسيا فقد أرهقه عسرا، وهذه الشريعة لم يرد الله فيها العسر، فلا يتناسب مع أن يؤاخذ بهذا الذي خالف فيه يمينه ناسيا، وهو الصحيح. قال: وجاء عصفور فنزل على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله؟ فنقر في البحر نقرة، في بعض النسخ أو نقرتين. فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. مش سيدنا موسى عطى عهد زي يبقى بالأولى لو في قسم يبقى كده. قال: ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذه أشد من الأولى. إن الأولى كانت نسيانا فلم يؤكدها بلك. قال: ألم أقل إنك، الثانية كانت عمدا، فقال له: ألم أقل لك، كان هذا أسلوب أشد، فكأن موسى ظن أن هذا لا تأتي به شريعة قط، والخضر في هذه المسألة إما أن يكون نبيا أو أوحى الله إلى نبي أن يأمره بقتل هذا الغلام، وإلا فمهما بلغ الإلهام والعلم اللدني عند الأولياء فلا يجوز أن يقتلوا
النفس المعصومة بأي نوع من كشف أو إلهام، لأن الوحي لغير الأنبياء بالكشف والإلهام والعلم اللدني ليس معصوما، وقتل النفس مجمع على تحريمه في كل الشرائع، فدل ذلك على ما ذكرنا. المسألة الأولى تحتمل أن يكون اجتهادا في استصلاح السفينة، والثالثة تبرع، أما الثانية فلا تصلح إلا بوحي. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال مائل، فقال الخضر بيده فأقامه. فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فرق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك، قراءة تفسيرية، كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، أي لو كبر لكان كافرا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.